الواقع وليدي. انا الفوق انا تنشوف غير في السطح. الولد ملي بغى يضرب مو قفض كمامه وانا كنقول شفتها قفض كمامه حتى لهنا حتى لهنا قفض رجلين ديال السروال وطلع مع الدروج ما عرفنا اشنو غادي يدير حتى طلع غوقتت غوقته وحده سكتت ديك الساعه في اللحظه فاش غوقتت تما واقيلا عطاها طلع خو صاب امو تكركب هو وياه مكركبين جايين مكركبين من الدروج هبطوا لهنا ملابقين تايفكم هو ما صحابوش هذاك الولد اللي ضرب خوه ما تايصحاب سرقة امو الضربه اللي ضربوا غناض هو يرفد هذا هو يقول عيط بدا هو يهرب دابا شوفوا من حاله هاد الناس هادو اللي قاعد على وليدي انت تشوف الموجود الله والمراه ما عندهاش مسكينه الغاب والله غا كاريه لا اله الا الله هاد 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 الشيء راه قوى بزاف قوى بزاف قوى بزاف الله يهدي وليدات المغرب وليداتنا الله يهديهم الله يهديهم على هاد الحاله ولات هاد الحالات دارت بزاف تشنعت بزاف ها اللي تيقتل خوه ها اللي تيقتل باه ها اللي تيقتل لا اله الا الله